الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام المنزه عن النقائص ومشابهة الأنام يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام إنه رحيم كثير الإنعام اختص بعض الشهور بمزيد من التقديس والإعظام أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام وأشكره شكر من طلب المزيد ورام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تحيط به الأقول والأوهام وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم أما بعد عباد الله اختص الله هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم وجعلها من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله اختصها وشرفها بأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكذلك اختص هذه الأمة بأزمنة مباركة ومنها ليلة القدر ورمضان ويومكم هذا يوم الجمعة فضله وجعله عيد الأسبوع إن الله عز وجل عظمت حكمته امتدح نفسه فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ألا وإن من جملة ما اختاره الله وفضله وعظمه وفخمه الأشهر الحرم التي سوف تعيشون غدا أول أيامه تلك الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادي وشعبان قيل إن تحريم ذي القعدة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج وسمي ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادي وشعبان وذي القعدة فضيلة أخرى وهي أنه قيل إنه 30 يوماً الذي واعد الله فيه موسى عليه السلام ففي تفسير قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة قال مجاهد ذو القعدة
وأتممناها بعشر قال عشر ذي الحجة. فعلى هذا يكون المقصود بثلاثين ليلة هي ليالي شهر ذي القعدة. وفي شهر ذي القعدة رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي شهر ذي القعدة توفي أبو طالب الرجل الذي طالما تكفل بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطش قريش وأذاها، طالما دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين بنفسه وماله. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حزينا بفقده، كان صلى الله عليه وسلم يقدر لعمه هذا الجهد الذي بذله، وكان يحب هدايته. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيده له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعاصي والآثام صغرت أم كبرت. قال ابن إسحاق فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما. عباد الله، إن ظلما لأنفسنا أن نوردها موارد الهلاك في الدنيا والآخرة بالإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتعاليمه. فلنعرف الحلال ونأتيه ولنتجنب الحرام. إن ظلما لأنفسنا أن تمر بنا هذه المواسم فلا نستغلها إلا في جمع الدينار والدرهم ونحن في غفلة عن حقيقة موازين حسناتنا يوم القيامة. إن ظلما لأنفسنا أن نقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالكفران والنكران لا بالشكران والعرفان. فنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة النطق سخرها الله سبحانه وتعالى لك لا لتتحدث عن الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، بل لتذكر بها الله سبحانه وتعالى. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ظلم النفس بالوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بالتجرع على معصية الله، معصية الكبير المتعال، محرم في سائر العام لكنه في الأشهر الحرم الحرام أشد تحريما وأشد تجريما. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالتعدي على حقوق عباد الله. فعلى المؤمن الموحد أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب نفسه لا سيما وهو أمام حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإذا كان أهل الجاهلية يعظمون وإذا كانوا يعظمون هذه الشهور بالامتناع عن الاقتتال حتى يمر الرجل بقاتل أبيه فلا يحرك له ساكنا، فإن المؤمن الموحد المعظم لله ورسوله أولى بتعظيمها تعبدا واتباعا. أمة الإسلام، علينا أن نلتزم حدود الله بإقامة الفرائض واجتناب المحارم وأداء الحقوق والاجتهاد في الطاعة والإقبال على ما يرضي الله، رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى وطمعا في كرمه. فسبحان الله، إذا غلظ العقوبة ضاعف الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأشهر الحرم
قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فيا رب اجعلنا في هذه اللحظات من أهل البر والطاعات، وكفر عنا السيئات، وارفع لنا الدرجات، وأصلح لنا الأزواج والأولاد والذريات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنها الأيام الآتية أيام عظمها الله سبحانه وتعالى، فلا تغفلوا فيها عن طاعة الله ومجانبة معصية الله سبحانه وتعالى. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ وعجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح، كيف تجنبت الطريق الواضح، كيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ ها هو الموسم الجديد أقبل للمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، فأين الرابحون في رمضان؟ أين الذين أقبلوا على الواحد الديان؟ إن من علامة قبول العمل العمل بعدها، وإن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فهيا أيها المحسنون أحسنوا، إن الله يحب المحسنين. واعلموا أن الشيطان قد قعد لابن آدم كل مرصد، وأقسم بالله ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا يجد أكثرهم شاكرين. أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيا عباد الله، احذروا مكائد الشيطان ومكره، فإنه يتنوع في ذلك ويتلون، فهذا يأتيه من قبل الإيمان والتوحيد فيوقعه في الشك أحيانا وفي الشرك أخرى، وهذا يأتيه من قبل الصلاة فيوقعه في التهاون بها والإخلال، وهذا يأتيه من قبل الزكاة فيوقعه في البخل والعصيان، وهذا يأتيه من قبل الصيام فيوقعه. فما ينقضه من سيء الأقوال فيما ينقضه من سيء الأقوال والأعمال، وهذا يأتيه من قبل الأمانة فيوقعه في الغش والخيانة. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. فقد أمركم بذلك مولاكم إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء هذا الدين يا ذا القوة المتين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في إخواننا، بارك لنا في أخواتنا، بارك لنا في مساجدنا، بارك لنا في بيوتنا، اجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين.
احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والطمأنينة والرضوان، واسكننا وإياهم أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عقاب ولا فتنة ولا حساب. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا برحمة الله تعالى من العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأجل وأكبر. وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.